أقامت وحدة العمل التطوعي بتعليم الرياض مبادرة مدارسنا بلا سكر بمدرسة الأمير فيصل بن فهد الثانوية بالرياض، وذلك في إطار برامج وفعاليات الوحدة التطوعية خلال العام الحالي. نتابع وإياكم هذا التقرير والعمود. رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ حمد الشنيبر اليوم الثلاثاء مبادرة تطوعية بعنوان مدارسنا بلا سكر بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية. الحقيقة في إدارة تعليم الرياض أنشأنا وحدة تسمى وحدة العمل التطوعي من العام الدراسي الماضي، وأقمنا العديد من المبادرات. هذا العام من ضمن مبادرات وحدة العمل التطوعي في إدارة تعليم الرياض هو مبادرة الكشف عن مرض السكري وطرق علاجه. هذا بالنسبة للجمعية السكري السعودية الخيرية، قامت بالتعاون مع وزارة التعليم، نفذت حتى هذا الحين حوالي 1700 مدرسة. نقوم بزيارات ميدانية، نقوم بالفحص وورش عمل. وضعوا ثقتهم في مدرستنا بما أن لها يعني مشاركات ومبادرات تطوعية، ولدينا فريق تطوعي في المدرسة بقيادة شباب مجتهدين، والحمد لله يعني وقع الاختيار على ضوء ما قدمته المدرسة في الأعوام السابقة. الجدير بالذكر أن من يقوم بالكشف هم طلاب تم اختيارهم وتدريبهم تحت إشراف مختصين من الجمعية بعد دورة التحقوا بها. أولا طبعا احنا فريق حياتي أجمل تطوعي تم اختيارنا من المدرسة لتمثيل المدرسة في هذه الدورة. حضرنا طبعا دورة عبارة عن يومين، تمام؟ هذه اليومين تعلمنا فيها كيف نقيس السكر، ايش اضرار السكر، ايش الاشياء اللي تسبب السكر، طريقه القياس، المسببات، انواع السكر. والان احنا في المدرسه بنقيس على جميع الطلاب ونسوي لهم احصاء ان شاء الله مع الجمعيه. بعض الطلاب اكتشفنا ان عندهم السكر مرتفع، وفي بعض الطلاب كان السكر عندهم منخفض جدا، ويعني احيانا يسبب لها الدوخه، وكان يحكي لنا انه انا احس بدوخه ودوخه. في بعض الناس عندهم السكر مرة مرتفع، والحمد لله تفاديناها، علمناهم انه لازم تروح تاكل، روح كثر، حاول انك تاكل سكر شوي، واللي مرتفع عنده سكر يقلله. متعاونين بالخير نفيد حتى شكرا للزميل فيصل الرشيد على هذا التقرير. وينضم معنا رئيس وحدة العمل التطوعية الأستاذ أحمد الحربي. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا. مباشرة أستاذ أحمد، لضيق الوقت، ما هي مبادرة مدارسنا بلا سكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكر خاص لقناة الاقتصادية دعمها ورعايتها للمبادرات التطوعية في تعليم الرياض. نعم. وشكر لشخصكم الكريم على التغطيات التلفزيونية المميزة لمبادرات الوحدة. نعم. طبعا لا شك المبادرة هي مبادرة تثقيفية توعوية للكشف عن داء السكري. هذه المبادرة بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للسكري، الهدف منها تدريب طلاب، تم تدريب أكثر من 30 طالب في الجمعية الخيرية. هؤلاء الطلاب تدربوا على مدار يومين، تم إجراء اختبار لهم في الجمعية. بعد اجتيازهم الاختبار بدأنا في النزول للمدارس وبدء الحملة بحيث يقوم الطلاب بالكشف على زملائهم في المدارس. جميل. سيتم بإذن الله الكشف على أكثر من 10,000 طالب. نعم. من خلال الطلاب الوحدة الذين الفريق الصحي للوحدة والذي تدرب في الجمعية الخيرية واجتاز اختبارات. جميل. طيب أنا شاكر مقدر مداخلتك معنا الرئيس وحدة العمل التطوعي في تعليم الرياض الأستاذ أحمد الحربي، شكرا جزيلا لك.